This chapter is talking about a motivation and personality. And as you see, when we talk about motivation, احنا الشابتر ده تقريبا كله هتلاقيه psychology. Motivation and personality. The motivation, we have something which is called the motivation process. يبقى we are going here to talk about the motivation process. And we are going to talk about the different types of personalities. تمام؟ The different types of personalities from the perception of consumers. عندنا two things that we're going to tackle in this chapter. هنتكلم على the motivation process. And we are going to talk about personality theories. جميل؟ Brand personification. بدي حاجة زي صفة للأشياء لكن أنا بعتبر إن الأشياء دول هما بني آدمين. تمام؟ فهو ده personification. جميل؟ يبقى هنا when it comes to brand بقى personification يعني أنا بتعامل مع different brands على أساس إن هما بني آدمين. يعني فاهمين اللي أنا عايز أقوله؟ إن إحنا في البراند personification علشان أعمل البراند personification أنا بقعد أتخيل قبل ما أعمل البراند ممكن تكون البيرسوناليتي بتاعة البراند إيه؟ ليه؟ عشان اللي شايف نفسه شبه البراند ده هيبدأ يعمل له attracting. فاهمين عايز أوصل لإيه؟ أوكي؟ يبقى we have to view brands as persons. ليه؟ لأني أنا لو حاسة إن ده شبهي إن الحاجة دي شبهي أوتوماتيكلي هتلاقي نفسي إن أنا بعمل إيه؟ attraction. I'm acquiring the brand. ليه I'm acquiring the brand؟ It's like me. شبه خلاص؟ يبقى it depends on أنا إيه اللي بي... بغض النظر أنا هنا مش بتكلم على budget ها؟ مش بتكلم على الكوست والبادجت. هنفترض الكوست والبادجت is not an object. يبقى كل براند هتلاقي ايه؟ هتلاقي دي personification. اوكي؟ personification ايه؟ personality. البراند دي personality. البرسوناليتي دي انا برسمها عشان برسم الايه؟ برسم الكاستمر based على الايه؟ على personality بتاع بماتش كده ما بين البرسوناليتي بتاعت الكاستمر والبرسوناليتي بتاعت الايه؟ البراند. يبقى البراند personality provides an emotional identity. هو انا ايه اللي رابطني بالبراند؟ It's emotional. انا بحب ده. ليه؟ بحبه لان شبهي. دايما الانسان بيميل للحاجه اللي ايه؟ بيحب دايما الحاجه اللي ايه؟ اللي شبهه، اللي بتمثله. اللي بيحس ان هو يعني مبسوط فيها. صح؟ يبقى واتش يور براندز كده ليه بختار؟ اللي بيختار ابل بيختار ابل ليه؟ عشان التليفون؟ ولا عشان البرسوناليتي؟ عشان البرسوناليتي مش عشان التليفون. فاهمين الفكره؟ واللي بيختار سامسونج ذا سيم ستوري، هو بيختار سامسونج عشان الايه؟ عشان البرسوناليتي. لو هو حد ايزي جوينج يعني ممكن يكون ايزي جوينج شويه فبيحب الحاجه اللي سهله فيزيبل مش عارف ايه تمام؟ لكن في ايدنتيتي هي ابل لما بتبيع ايدنتيتي بتبيع ايموشنال ايدنتيتي. الناس بتبقى وانا لو حد فيكم قبل كده راح امريكا وشاف الطوابير الجنان اللي بتبقى موجوده في امريكا والناس اللي ممكن تبات في الشارع تمام؟ تستغرب يعني انا شفت المنظر ده بعيني مش حد حكاهولي. اللي هو ايه الهبل ده؟ انا فور مي يعني ايه الهبل ده؟ ايه يعني؟ ليه يعني؟ لكن هما they're selling ايه؟ they're selling emotional identity. هو ده اللي بيبيعوه مش بيبيعوه فكره التليفون خالص. يبقى هنا identity for brand which هنا بقى produces sentiments and feelings toward the brand among consumers. هي دي الفيلينج انت رايح للبراند ده مش للبرودكت انت رايح للبراند. يعني انا ممكن يكون عندي two products نفس سوري ذا سيم برودكت بس تو ديفرنت براندز تلاقي نفسك رحت لحاجه عن حاجه فاهمين؟ شخصيته فلما بنيجي نعمل ماركتنج مسجز انت بتلقط المسج دي وتقول انا كده انا كده انا بحب الادفنشر انا بحب الانطلاق انا بحب انا قوي انا بودي بيلدينج انا مش عارف ايه ده شبهي. نيجي بقى للكور اوف ذا تشابتر. This is the core of the chapter. ايه الكور اوف ذا تشابتر؟ Which is the motivation process. What starts the motivation process? Starts with the need. يبقى أول حاجة في الـ process بتاعة الـ motivation إن يبقى عندي need أصلاً. إيه الـ driver ليا إن أنا أشرب قهوة؟ يعني إيه اللي يخليني أروح كده وأشتري القهوة وأمسكها في إيدي وأشربها؟ إن أنا عندي إيه؟ need صح؟ إن أنا عندي need. أنا محتاجة مثلاً أفوق. أنا خايفة ما أصحاش بدري. انا مش عارفه ايه يبقى انا عندي نيد صح. يبقى الستارتنج بوينت دايما في الموتيفيشن. يعني ايه موتيفيشن؟ عارفين كلمه موتيفيشن يعني ايه اصلا؟
كلمة motivation يا جماعة it's a motive to do an action. motive to do an action. ايه اللي يخليني اقوم اقف؟ ايه اللي يخليني اصحى الصبح؟ انا عندي motive ان انا اعمل الاكشن. ده معنى كلمة motivation. okay it's a motive to do an action. يعني انا هنا اتحفزت ان انا اعمل الفعل. الاثنين مع بعض motivation. جميل؟ يبقى انا عشان يبقى عندي الموتيف ده الدرايف ده لازم الستارتنج بوينت بتاعتي تبقى ايه؟ unfulfilled needs. اللي هو فاكرين لما اتكلمنا بقى في الماركتنج النيدز والوانتس والديماندز والكلام ده كله؟ طب انا عندي هنا بقى ايه؟ unfulfilled needs. ايه اللي يخليني اروح اشرب ميه؟ ان انا محتاجه اشرب صح؟ محتاجه اشرب. ده اللي هيخليني انا احتاج نيد اهو unfulfilled رحت رايحه وعملت كل المسافه دي عشان افتح ازازه الميه واشرب. عشان تبقى fulfilled. عشان ال unfulfilled يبقى ايه؟ fulfilled. جميل؟ يبقى انا عندي هنا the starting point is the unfulfilled need. يبقى اول لقطه عندي هي النيد. طبعا النيد ده لازم يكون ايه؟ unfulfilled يعني رغبه desire ما حصلهاش اشباع بس. the unfulfilled. جميل؟ يبقى this is starting point. طيب when you have an unfulfilled need what is your status? describe your status. تبقى عامل ازاي؟ I need it badly. طب لو الموضوع طول طب يعني مثلا خلينا اديك مثال. انت راجع من الجامعه وهتموت من الجوع وماما لسه هتحط انت واقع هتموت وماما لسه هتحضر الاكل. احساسك بمعنى كلمني عن احساسك وانت قاعد مستنى. tense. دايما لما بيكون عندي unfulfilled need that is not fulfilled او طولت شويه عقبال ما اعمله fulfillment ايه اللي هيحصل؟ تنس حمود مش قادر انا جعان انا جعان. المرحله دي اسمها ايه؟ تنشن. تنشن. التنشن يعني كل ما طال المده الديوريشن بتاع الانفولفيلمنت ده كل ما بيزيد كل ما انت بتبقى ايه؟ مش على بعضك بتبقى تنشن تنست. اوكي؟ يبقى الليفل الثاني زعلانه كده ليه؟ عامله كده ليه؟ يبقى الليفل الثاني بتاع السكند ليفل هيبقى ايه؟ التنشن. التنشن ستيتس اللي انت بتبقى موجود فيها لو المده بتاعت الفولفيلمنت ايه؟ طولت شويه او طولت شويه. طيب التنس ده بيخليك درايف اللي انت قلتوه بقى. بما اني تنس هعمل ايه؟ هدخل انام. ده درايف او هدخل انام. واحد تاني هقوم اعمل اكل. واحد تاني هاخد فلوس وانزل. واحد رابع هنبدا نتخانق بس اوعي إيه تعملي كده. اللي قالت هتخانق مع ماما دي فين اللي قالت هتخانق مع ماما؟ عارفه لو سمعت ان ده حصل تمام؟ يبقى ايه؟ يبقى دي ديفرنت ايه؟ ديفرنت درايفز. ده الموتيف اللي هو الدرايف اللي هيخليني اخد ايه؟ هيخليني اخد اكشن. طيب هنا بقى الاكشن هتختلف الدرايف هيختلف على حسب الايه؟ بصوا ايه بقى؟ يور بلاك بوكس. صح؟ عشان كده انتوا جاوبتوا اجابات زي بعض ولا مختلفه؟ من رغم ان unfulfilled need is the same. وده اللي يفسر لك هو احنا ليه بنتصرف بطرق مختلفه. يبقى هي الفكره في ايه؟ البيهيفير هنا هيختلف بيز على يور بلاك بوكس. اللي جواه ايه بقى؟ اللي هو اللي جواه البرسوناليتي والبرسبشن والليرنينج والاتيتيود والكلام ده كله. في حد ممكن يبص للموضوع انه حاجه بوزيتيف او يراعي الظروف ويراعي مش عارف ايه، حد تاني يبص للموضوع انه نيجاتيف. في حد تاني يليرن بقى انا عرفت ان يوم الثلاث ماما بترجع متاخر ويوم الاربع ماما بترجع متاخر يبقى لازم اتصرف قبل ما يجي كده يعني. تمام؟ يبقى ده ليرنينج. طب البرسبشن والبرسوناليتي ديبيندز على البرسوناليتي. في حد البرسوناليتي بتاعته ناجم كده فين 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 ايه العدوش ليه؟ واحد تاني البرسوناليتي بتاعته يعني جويفل. الموضوع سهل بسيط يعني مش مشكله. في حد بيتكلم على خناق، في حد بيتكلم بهدوء وبذوق. يبقى احنا البرسوناليتي هنا ايه؟ از ديفرنت. يبقى اللي هيتدخل في الدرايف هنا عشان يعمل التنشن ريدكشن يبقى هنا ايه؟ على الدرايف ده عشان اعمل التنشن ريدكشن يبقى هنا مين اللي هيتدخل؟ يور اون بلاك بوكس. جميل؟ طيب بعد كده بقى هتلاقي ايه؟ الريزلتد بيهيفير. جميل ولا لا؟ يبقى ذيس از يور ايه؟ يور ريزلتد بيهيفير. جميل. ليه بقى البيهيفير ده؟ عشان الجول اتشيفمنت. يبقى نهايه النيد ايه؟ جول اتشيفمنت. الجول اتشيفمنت بقى انا سددت جوعي، الجول اتشيفمنت ده اديت لنفسي براح ووقت وفرصه، الجول اتشيفمنت ده انا دخلت عند وات ايفر بقى. جميل؟ يبقى فهمنا البروسس ماشيه ازاي؟ سهله جدا البروسس. يبقى انا اي ستارت وذ انفولفيلد نيد تنشن درايف وبعدين البرسوناليتي بقى بتخش في الموضوع او البلاك بوكس جنرال سبيكينج بكل اللي جواه
ليه بعمل القصه دي؟ انا عايز اوصل للتنشن ريدكشن، لان انا لو قعدت بقى تخيل انت جعان وفضلت جعان جعان الموضوع عمال يزيد 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 يزيد، هتوصل تعمل ايه؟ هتبقى فرستريتد، يو ار جوينج تو بيرست، هيدخلك في منطقه ثانيه خالص، هي 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 الموضوع از جوينج تو جرو. فانا اي نيد ديفينتلي تو ريديوس ذس ايه؟ تو ريديوس ذس تنشن. لما نيجي نتكلم على some different types of motives، فهنا we are going to discuss something which is related to technology برضو. What is your motive؟ خلينا هنا نبص كده. What is your motive when you share your personal information on Facebook؟ On any platform، بس خلينا نقول on Facebook أو Instagram. What is your motive؟ To communicate with whom؟ To communicate with your friends. يبقى انا I want to share something with my friends، فانا I want to communicate مع صحابي او زمايلي او كده، فانا I'm sharing information، personal information. Okay, yeah, you're seeking appreciation او you're seeking counseling، عايز حد يعني يحس بيكي او يكلمك او يديكي advice، او ممكن يكون for the sake of advice، صح؟ طب جميل حلو، عشان انا I want to hear some good comments، عشان to shape my mood، ماشي. To share experience، انا خدت تجربه معينه في مكان معين او في حاجه معينه، فانا I want to share my experience مع الناس الثانيه. جميل. اوكي، to know more about something، to provide information، ممكن اكون انا عايزه عاده وانا شير، ممكن يكون الموتيفز للشيرنج ده ان انا I want to provide information، انا عايزه ادي الناس information او اديهم معلومات. طيب ممكن يكون برضو entertainment للتسليه، مش عارفه بنزل صورتي وانا مش عارفه اعمل ايه، وانا بلاقي ناس مش عارفه حاطين إيه. تمام، فممكن يكون ان انا ام شيرنج ده لان انا اي وونت بيبل تو بي انترتين، عايزه اهزر، عايز مش عارفه احط شكلي وانا عجوز واحط شكلي وانا انا لسه قايل ايه على التالي. طيب باسنج تايم، في ناس ممكن بتشير كده يعني اللي هو بيضيع وقت، واكمل الناس اللي بتضيع وقت، يعني some people they like to waste time as if the time دي is unlimited يعني، فwe are wasting time. ده ممكن يكون سبب. ممكن يكون تاني ايه؟ هنا interpersonal utility، هو فعلا عايز يستفيد، عايز ان هو ياخد معلومة، عايز ان هو يتعلم حاجة، عايز ان هو ياخد knowledge مثلا، فايه they are sharing their information عشان مثلا يجيله كورس او ياخد opinion او يجيله ايميل او مش عارف ايه اي حاجة من الحاجات دي. طيب ممكن ايه كمان؟ ممكن control، وممكن promoting work. ممكن يكون انا عايز اوري الناس ان انا جامد قوي، عايز اوري الناس ان انا بلف الدنيا، عايز اشوف الناس ان انا عندي عربيات كتير، عايز فممكن يكون for this sake. وممكن يكون ان انا I'm promoting my work، يعني في ناس كتير قوي على الفيسبوك بيعملوا شغل ويبيعوه او يعملوا صفحات او يعملوا حاجات زي كده، they're promoting the work whether بقى it's Instagram Facebook whatever، بس ايه ممكن يكون ده motive من الموتيفز. يبقى we have the same motive ولا different motives لنفس الايه؟ لنفس البيهيفير الاخير، لنفس الاكشن. انت عندك دلوقتي الموتيف اختلف وبناء عليه البيهيفير اختلف، والدور احنا وي ار اول ايه؟ شيرنج، صح؟ وي ار اول شيرنج، يعني انا بشير انفورميشن وانت بتشير انفورميشن وهو بيشير انفورميشن وصاحبك بيشير انفورميشن، بس كلنا عندنا ايه؟ موتيف مختلف وبناء عليه البيهيفير ايه؟ مختلف. جميل؟ طيب خلينا نشوف اكزامبل كده. هنا مثلا ده واحد كان بيعمل راح اللي هو الكارفور، لقى ان هو ممكن مش عارف يحط ايه ويعمل ايه، السكان جو بقت موجوده في كل حته بعد كده، بس انا بتكلم ان ده لما عملها ما كانتش لسه موجوده في كل حته. فهو عمل ايه؟ لقى اكسبيرينس معين، بقى يا جماعه المطعم ده حلو، يا جماعه كارفور بقى مش عارف يقدم ايه، يا جماعه مش عارف لقيت ايه فين. فهنا ده نوع من انواع الايه؟ sharing information علشان to provide advice أو to provide knowledge أو to provide information للناس. طيب ده example، ده example تاني، خلينا نشوف ممكن نشغل الفيديو. ازاي تنجح في الامتحانات في 30 ثانية؟ طبعا في الفترة اللي قبل الامتحانات دي الثقة بالنفس أهم من المذاكرة، بمعنى ان ايه؟ فرحة ان انا ابقى مذاكر ومقفل وبتاع، داخل الامتحان متوتر محلش، استفدت ايه؟ بالتالي الفترة اللي قبل الامتحانات دي أول نصيحة لازم تنطلق، تحب الدنيا، تعمل حاجات جديدة، يعني من الآخر لازم تقضيها. وطبعا تجمع، يعني تجمع ملخصات، جمع ملازم،
جمع يعني افلام وثائقيه ليها علاقه بالمنهج، اي كلام يعني، جمع كل حاجه، وهنيجي ليله الامتحان تحديدا هنكتب الملخصات دي، وده مفيد جدا. هنكتب كل حاجه وهنحاول نصغر خطنا وهنحاول ما نتقفش خلاص، ومش هشرح اكتر من كده في النقطه دي. النصيحه التانيه، الفتره اللي قبل الامتحانات دي لما ماما تسالك انت ذاكرت ايه او ما ذاكرتش ايه، اوعى تجاوب لا بالايجاب ولا بالنفي. ليه؟ لو قلت لها لا ما ذاكرتش هيبقى مناحه نكد، وطبعا ده هياثر على ثقتك بنفسك اللي هي النقطه الاولانيه. ولو قلت لها اه انا مذاكر بثقه هيحصل لك مشكله، لان ماما هيبقى عندها توقعات رهيبه ان انت هتجيب الدكتوراه في الماده دي وانت اصلا في سنه تانية مثلا او في ثانويه عامه او بتاع، بس هي ماما بس هو قال انه ذاكر خلاص، فعندها توقعات فظيعه، هتحبط جدا لما النتيجه تظهر ومش عارف ايه، هيجي لها احباط فظيع. فعلى ايه؟ فطبعا هنعمل ايه بقى في الموقف ده؟ خد مني انا بقى الاداء بتاع الحته دي، لان هيفيدك جدا الفتره اللي قبل الامتحانات. هتقول لك آه يا حماده ذاكرت الكذا، اقول لها هو 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 بس محدش يمسك عليك حاجه، تقول دي في اي وقت بعد السؤال ده خلصت. النصيحه الثالثه، فكره بقى انك تقرا السؤال اكتر من مره وتبدا بالسؤال السهل قبل السؤال الصعب والكلام ده، كلام في الاخر مش اي علاقه باي، ملوش قيمه يعني. احنا هنعمل ايه؟ ده تدخل الامتحان هتبص على ورقه الاسئله، هتركن ورقه الاجابه وهتعيط. هتعيط يعني مش تحمرق، لا تعيط بصوت، تعيط بشكل واضح. ليه؟ ممكن المراقب يكون قلبه حنين، فاهم، يفك لك الدنيا، يقول لك حاجه بتاع يعني، لو طلع غلس خلاص ارجع لامتحانك وجاوب عادي وبتاع. لكن ليه ما نجربش؟ ليه تضيع الاوبشن ده؟ يمكن يطلع قلبه حنين. ف اه انا نسيت اقول ان الملحوظه دي للبنات تمام، لكن بالنسبه للولاد لا يا حبيبي، هتقرا السؤال اكتر من مره وتبدا بالسؤال السهل قبل الصعب وتمتحن عادي، لكن بالنسبه للبنات هنجرب فكره ان احنا نشوف والمراقب ومش عارف ايه وبتاع. النصيحة الرابعة، اوعى توتر نفسك بعد الامتحان بانك انت تراجع الاجابات ومش عارف ايه مع الناس، مع زمايلك وكده. هتقول لي طب هيحرجوني وهيسالوني يقول عليا سوسة مش عايز اقوله بتاع، فاكر كنا بنقول ايه لماما وقت المذاكرة؟ نفس الكلام، يقول لك اه يا حمادة حليت سؤال رقم 5، اقول له هو 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 بس، تغلف نفسك بحالة من الغموض، محدش يمسك عليك حاجة، خلصت. طبعا انا لاول مرة احب اقول لكم ان انا بهزر، وبتمنى لكم النجاح بجد في الامتحانات، وانا شخصيا يعني ما اتكسفش ان انا اقول لكم كنت عامل ازاي في دراستي وفي حياتي ايام الامتحانات وكده زمان. الحقيقه انا شخصيا كنت في الدراسه زمان كنت سهله. طيب طبعا احنا مش بنقول ان احنا ايه، ما لناش دعوه خالص بالكلام اللي جاي، لكن sometimes we see things like this on social media، نلاقي ان في ناس طبعا بتتكلم في الاكسبيرينس بتاعتها، في ناس بتقول اي كلام في اي كلام، wasting time اللي احنا كنا بنتكلم عليه، بريتش عادي يعني، هزار، انترتينمنت يعني. احنا we talked about ايه؟ we talked about the motivation process and we mentioned that we are going to focus on the need and the goal ايه؟ the goal achievement اللي هو two extremes بقى بتوع اللي هو we start with the need, the unfulfilled need and we end up achieving the goals بتاعتنا. طيب نيد اروزل بقى ازاي النيد بيطلع؟ كلمه نيد اروزل يعني ايه؟ بيجي منين؟ تمام؟ يبقى النيد اروزل ده مصدره ايه؟ السورس بتاعه ايه؟ فروم وير ات كومز؟ اول حاجه انترنال ستيمولاي. انترنال ستيمولاي يعني ايه؟ حاجه من جوه. انترنال ستيمولاي از ايه؟ از ديفرنت. ايموشنال اور كوجنيتيف بروسيس. emotional or cognitive process ان في حاجه طرقت عليا عقليا او عاطفيا خلتني يبقى عندي الايه؟ النيد ده. طيب cognitive بقى، والله احنا كل الاساينمنتس انا واحد مش بطيء اقعد على الكمبيوتر ولا اشتري كمبيوتر ولا يبقى عندي كمبيوتر او ما ولا لابتوب ولا مش عارف ايه، بس احنا كل الاساينمنتس بتاعتنا لازم تتعمل على اللابتوب وكل مش عارف، فالcognitive process هنا اضطرتك ان انت يبقى عندك ايه؟ نيد. فهمنا؟ طيب external stimuli، external stimuli حاجه جايه من بره، لا هي بقى حاجه عقلانيه طرقت عليك ولا هي احساس ايموشنال طرق عليك، لكن حاجه جايه من بره اضطرتك ان انت تعمل ايه؟ يبقى عندك النيد. ممكن تكون حاجه جايه من بره زي ما احنا اتكلمنا، سعر كده عمل لعب في دماغك، بروموشن معين، مش عارفه ايه، حاجه معين، انت بكام القوه العقليه مش عايز تشتري مثلا تي شيرت جديد مثلا، مش عايز، مش محتاج، انت مش محتاج، انترنالي مش محتاج، تمام؟ لكن لقيت بقى اوفر ومش عارفه ايه، وامريكان ايجل ومش عارفه الاثنين بسعر واحد ومش عارفه كده مثلا،
فالموضوع لعب ايه؟ لعب في دماغه. فطريقه ده الاكسترنال ستيمولاي ان هو اثر على الايه؟ على النيد بتاعك. يبقى ده ممكن يكون الديفرنت سورسز تو ارايزنج او تو اروز الايه؟ النيد. طيب سيلكتنج جولز بقى. الجولز بتاعتي انا دايما بيبقى عندي ايه؟ النيد ده في هنا انا want to achieve something. لما انت كوجنيتيفلي كان في كوجنيتيف بروسيس، هل في جول ولا لا؟ ان انت عايز تبقى شاطر في المذاكره وتعمل الاساينمنتس بتاعتك، يبقى كل نيد فيه ايه؟ في جول تو بي اتشيف. طيب هنا بقى السيلكتنج جولز بتاعتك، ايه الفاكتورز اللي عندنا؟ اول حاجه بيرسونال اكسبيرينس اند نوليدج. ممكن يكون النيد ده الاتشيفمنت اللي انا عايز اوصل لها ممكن تكون حاجه بيرسونال اكسبيرينس، اكسبيرينس معين عايز اخدها. يعني انا دفعت فلوس في الداتيك، انا عمري في حياتي ما رحت الاوبرا، مش انا طبعا على طول، لكن انا بتكلم حد يعني عمره في حياته ما راح الاوبرا، عايز يجرب الاكسبيرينس ده، فطلع الفلوس من جيبه وقال ايه؟ طب والله انا هروح افكر اشوف الاوبرا ده بيلبسه نظيف كده وبتاع ولبسه مختلف. عمري في حياتي ما عندي برزنتيشن مثلا في الجامعه، عندك برزنتيشن في الجامعه فانت مضطر تشتري بدله او تستلف بدله او تاخد بدله من بابا او اخوك او اي حد. المهم ان انت ايه؟ يبقى هنا الاكسبيرينس او النولج. فيزيكال كاباسيتي، ممكن يكون الفيزيكال كاباسيتي مثلا يعني انا بعمل دايت، بعمل دايت اوكي، وبتختار اكل معين وبتروح جيم معين مش عارف ايه، ممكن يكون عشان انت تبقى ايه في الاخر فت، عايز تربي ماسلز بقى وعايز تعمل فورمه الساحل، عايز تعمل وات ايفر بقى، شوف انت عايز تعمل ايه. يبقى ده الجول بتاعك. عشان توصل لفورمه الساحل انت محتاج تعمل ايه هنا؟ محتاج بقى هاكل ايه؟ افكر بقى النيد بقى هيطلع بقى اكل صحي، جيم معين، مش عارفه ايه، او وركينج اوت معين او وات ايفر. يبقى هنا بقى فيني هنا في جول وفي ايه؟ وفي نيد. طيب كلتشر نورمز اند فاليوز، ممكن يكون الجول اللي انت عايز توصل له هو ريليتد بالكلتشر نورمز والفاليوز. يعني العادات، يعني انت مثلا ممكن تكون مش في دماغك خالص ان انت يعني مش في دماغك ان انت تتجوز مثلا، بس انت عارف ان دي حاجه من الحاجات اللي ايه؟ يو نيد تو ايه؟ يو نيد تو فيلفل، يعني دي حاجه من الحاجات اللي هتعملها، يعني هتعملها. جول اسسبيلتي، هنا بقى اسسبيلتي، يبقى انا عندي هنا ممكن يكون في هدف معين، مثلا لما انت اشتريت الكوجنيتيف اللابتوب والمش عارف ايه وكده، انت الهدف بتاعك عايز تطلع من اوائل الدفعه مثلا، عايز تبقى من الناس المتميزه، عايز تبقى من الناس الشاطره، يبقى ده ممكن يكون فاكتور من الفاكتور انت عايز ايه؟ تابروتش هدف معين. ابروتش بقى اوبجيكتيف او افويد اوبجيكتيف، ممكن يكون الهدف بتاعي ان انا عايز احصل على حاجه او ابعد عن حاجه. تمام؟ يعني ممكن يكون الدايت سيستم اللي انا عملته لنفسي ده علشان ابعد عن الاوبيستي. ابعد ان انا يجي لي مثلا امراض. ابعد ان انا مثلا يحصل لي اي حاجه لا قدر الله مش كويسه يا سيف في الصحه. تمام؟ هبطل سجاير عشان اكون انسان جديد. اوكي؟ طيب ممكن يكون عشان ابروتش اوبجكت، يعني ممكن زي ما انا ببعد عن حاجه ممكن يكون عشان عايز احصل لحاجه. انا عايز اشتري عربيه. ده هيتطلب منك ان انت يبقى عندك نيد تو سيف. صح ولا لا؟ فالسيفنج اللي انت هتعمله ده وان انت تشتغل زياده وان انت مش عارفه ايه، ده هيخليك تعمل ايه؟ تابروتش الاوبجكت اللي انت عايزه. تشتري بقى العربيه ولا تشتري شوف انت عايز تشتري ايه. جميل؟ يبقى هنا دي الفاكتورز اللي عندنا في السلكتنج الجولز، وده الايه؟ الريزنز فور او السورسز، خلينا نقول نوت ريزنز، خلينا نقول ذوز ار ذا سورسز فور ايه؟ النيد اروز. قلنا ان انا دلوقتي بيبقى عندي نيد وفي حاجة كده أنا قلت عليها ستيتس، وعلشان أوصل للجول بتاعي، كانت إيه الستيتس دي؟ اتنشن. هنا بقى المدة الزمنية أو الفريم، التايم ليميت اللي بيحصل فيه التنس ده، بيحصل فيه حاجة اسمها ديفنسيف ميكانيزم. بيحصل حاجة اسمها إيه؟ ديفنسيف ميكانيزم. يعني إيه ديفنسيف ميكانيزم؟ ما هو أنا بقى لما أتضايق وأبقى متنرفز وأبقى متعصب وأبقى كده يعني بيحصل عندي بعض الديفنسيف ميكانيزم اوكي اللي ليها مسميات كتير قوي هناخد كل واحده منهم. يعني ايه ديفنسيف ميكانيزم؟ يعني ده زي عارفين لما حد بيبقى واقف في المعركه كده وعنده درع كده عايز يحمي نفسه، انا متضايق، انا مخنوق، انا مش طايق نفسي، انا زعلان، انا متوتر، اعمل ايه؟ ارفع درع من الدروع اللي احنا هنتكلم عنها. يبقى احنا عندنا دلوقتي كذا جارد، كذا سيف جارد، بنقول عليهم ديفنسيف ميكانيزم. ده according to Freudian يعني هو اللي عمل القصه دي.
الديفنس ميكانيزم ممكن تلاقي حد فيكم بيستخدمها زي كروت كده في جيبه جواه كده، ممكن يكون في كل موقف على حسب الموقف بيطلع كارت منه ويستخدمه. تمام؟ طيب في ناس ممكن ما يبقاش عندها ديفنس ميكانيزم، اه ممكن، بس الناس دي بتبقى تريند كويس جدا 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 وبيبقى عندهم سيلف اويرنس عالي قوي عالي قوي. يعني ايه؟ بيقدروا يتحكموا في غضبهم، بيقدروا يعملوا سيلف كنترول، وعندهم وعي ذاتي قوي جدا 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 بالبيهيفير بتاعهم، فبيقدروا يعملوا كنترول. طب اللي ما بيعندوش الكلام ده هو ديفنس ميكانيزم، هيستخدم حاجه من الحاجات اللي احنا هنقولها دلوقتي. طبعا الديفنس ميكانيزمز كتير جدا، لكن احنا هناخد منهم، مش هنتكلم عليهم كلهم، هناخد منهم. اوكي؟ اجريشن. اول حاجه عندنا الاجريشن. اوكي؟ طيب ايه الاجريشن ده بقى؟ طبعا المنظر جميل اهو باين. اوكي؟ هنا دايما بيبقى عندك اتاك. اتاك يعني حصل موقف مضايقك، على طول عندك فكره الايه؟ عارفين اللي هو الخضوب بالصوت؟ عارفين الحته بتاعت خضوب بالصوت دي؟ لا يخربوكم شفايف، انت غلطان والدنيا عامله وانت اصلا يعني في كل المشاكل، تمام؟ واول بقى ما يحصل اي مواجهه هو انت ازاي تعمل كده؟ وانت مين اللي قالك تعمل كده؟ وانت عشان ايه بتعمل كده؟ ابتديت انت عمال تعمل ايه؟ تهجم 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 عشان تداري ايه؟ اولا عشان توقع اللي قدامك في الغلط. فيبتدي طبعا انت بتهاجم حد، عادة انت لما بتهاجم حد ايه اللي بيحصل؟ لو هو ما عندوش سيلف كنترول ايه اللي هيحصل؟ هيبدا يغلط. فتروح انت عامل ايه بقى؟ ماسك بقى كل الغلطات اللي هو بيقولها وتبعد عن الموضوع الاساسي. فتصطاد بقى عامل زي الصياد. فاهمين؟ فطبعا الاجريشن ده هنا مش حاجه كويسه خالص، ده بس ده ديفنس انت بتعمله. انت عارف ان انت عندك بروبلم وعارف ان انت غلطان، ولكن وسيله من وسائل الدفاع عن نفسك ان انت تعمل ايه؟ ان انت تخش في حته الاجريشن. فالاجريشن هنا بيديك ايه؟ هو انت اوريدي يو ار انجري، انت انجري، ممكن تكون فرضت نفسك عملت غلط وعارف ان انت غلطت بس مش عارف تعترف، بس يو ار انجري. ممكن تكون انجري ان انت كشفت، ممكن تكون انجري ان انت فعلا عكيت. اوكي؟ لكن وان اوف يور ديفنسيف ميكانيزم اللي هو ايه؟ انت الغلطان وانت اللي جيت غلط وانت اللي ما قلتش وانت اللي ما بعتش الميل وانت مش عارف ايه. لا ده انا عملت وعملت. تستنى بقى تلقط بقى اي غلطه ولا تلقط اي مشكله وتبدا بقى تعلق عليها وتسيب الموضوع خالص بقى يموت. وفي بعض الناس للاسف بيجت انفولد بس. يعني هو انا ببقى وعاده انت بتستخدم القصه دي امتى؟ لما تكون عارف ان اللي قدامك سريع الغضب فهيغلط. تمام؟ فانت بتبقى ايه؟ خبيث. انت عارف ان هو هيغلط تروح موقعه اكتر. تمام؟ ليه يو دونت تو سي سوري ات ذا اند اوف ذا داي؟ انت مش عايز تقول سوري، انت مش عايز تعترف ان انت غلطان. يبقى this is one of the methods. يبقى هنا feeling of anger resulting in hostile violent behavior readiness to attack or confront. على حسب بقى، لكن هي الفكره عاده انت بتعمل ايه؟ نهجم عشان ما نديهمش فرصه. طيب نيجي بقى بكده another بقى defensive mechanism ده بنقول عليه rationalization. rationalization بقى دي كتير قوي الحقيقه بنسمعها. تمام؟ rationalization يعني انت عملت كاس، عملت غلط، عملت بروبلم، بس بتحاول تطلع منطق من الموضوع. لا 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 لا، بتعلق شماعات. بتعلق شماعات، يعني مثلا فور اكزامبل يا جماعه ما طبيعي ان احنا نجيب درجات وحشه في الماركتنج عشان دكتور مريم اللي درسنا. ما هو طبيعي ان دكتور مريم تجيب امتحانات صعبه، فطبيعي ان احنا ما نجيبش درجات، يعني ده منطق. فتروح بقى تقول لها يعني طب المشكله مش فيا، انا ذاكرت، بس دي دكتور مريم معروفه ان تجيب امتحانات ما بتتحلش. فطبيعي ان احنا ما نحلش، المشكله مش عندي، المشكله عند الدكتور. تمام؟ طبعا اللي انت بتقوله ده ايه؟ كذب. انت بتعمل ايه؟ راشناليزيشن. يو تراينج تو فيجر اوت ريزنينج من العك اللي انت بتقوله. نيجي بعد كده انذر ديفنس اسمه رياكشن فورميشن. طيب رياكشن فورميشن ده اللي هو ايه؟ قلب الحقيقه. قلب الحقائق، يعني ايه؟ لا مش قلب ترابيزه، لا انت مش بتقلبي ترابيزه خالص، بل بالعكس انت بتقولي عكس اللي انت حاساه في الرياكشن فورميشن. يعني نعم؟ هو العكس اللي انا حاسه عشان الدنيا تمشي يعني او لا هديك مثال. اسمك ايه؟ محمد. انا مثلا بحب محمد، تمام؟ بحبه جدا. يا محمد ده بالنسبه لي مش عايزه اقول لكم. اوكي؟
بس كل ما اتعامل مع محمد اقول له ايه القرف ده يا محمد؟ ايه الغلاسه دي؟ انت على طول غلس كده؟ انت على طول وحش كده؟ ايوه انا ليه بعمل كده؟ انا مش عارفه ليه بعمل كده، بس انا خايفه يحس من طريقتي ان انا بحبه فبقول كلام عكس. فاهمين ولا فهمتوش؟ اوكي؟ فبعكس مشاعري. يعني مثلا انا مش طايقه مصطفى، مصطفى اسمه؟ انا مش طايقه مصطفى، ما بطيقهوش خالص. يا مصطفى انت لذيذ جدا يعني بصراحه يا مصطفى، يعني بجد احنا مبسوطين قوي ان انت معانا في الجروب. بس مبسوطين قوي الحقيقه انت معانا في الجروب، لان يعني مش عارفين من غيرك كنا عملنا ايه. شكرا يا مصطفى بصراحه، وجودك رائع. واخدين بالكم؟ انا بعكس مشاعري. لان ممكن اكون I cannot speak up. انا مش قادر اقول لك في وشك ده انت سوسه، ده انت ايه؟ ده انت مش ممكن. والله انت بجد لذيذه جدا. مش عايزه اقول لك قد ايه انت لذيذه. نيجي بعد كده على ريبريشن. والله ده اكتر حاجه لقيتها لايقه على الريبريشن. عارفين الاخ ده؟ دامر؟ حاجه مقرفه بصراحه. تمام؟ بس هو نتيجة اللي هو فيه ايه؟ انه حد شاف الترايل بتاعته والستيتمنت الأخيرة بتاعته في الترايل، حد أصلاً عارف ده؟ طيب، ده مسلسل على نتفليكس، يعني لا أنصح حد يتفرج عليه الحقيقة، ممكن تتفرجي على مشاهد متقطعة كده عشان تفهمي اللي إحنا بنقوله. ده يعني هيز سيريس كيلر، وقتل ناس كتير قوي وبيعمل حاجات مش كويسة وأخلاقياً زفت يعني، هو نيلة خالص، شخصية نيلة. المهم يعني الفكره ان هو بيقول في الـ في الـ في الترايل ستيتمنت الاخيره بتاعته بيقول ايه؟ انا ما كنتش بكرههم. لا راجل، انت بتقتلهم ليه؟ هو مش عارف قتلهم ليه. فاهمين؟ هو مش عارف، هو هيز انكونشس، هو ليه بيبيهيف بالطريقه دي؟ ساعات كتير قوي ممكن نكون بنعمل تصرفات انا مش عارفه ليه بعمل كده. ايه الاسباب اللي تكون بتخليني بعمل كده؟ ايه الاسباب اللي تكون بتخليني ان انا ما بحبش الاماكن العاليه؟ انا مش قادر افتكر ان حصلت حاجه وانا صغير خلتني ما بحبش الاماكن العاليه. سيب التليفون. يبقى انا مش عارف، I don't know the reason, I don't know why. ايه الحاجه اللي بتخليني بخاف من الاماكن العاليه؟ ايه الحاجه اللي بتخليني يبقى عندي جلوس فوبيا؟ انا خايف اتكلم قدام الناس. يا رب انا مش قادر افتكر. دي مهمه قوي في الريبريشن. انا مش قادر افتكر، لان انت لو قادر تفتكر اسمها سبريشن. بس دي مش علينا يعني، خلاص؟ يبقى ريبريشن معناها ايه؟ انت بتعمل بيهيفير مش قادر تحط له اسباب، ومش قادر تفتكر ايه الاسباب اللي ادت ان انت بتعمل بيهيفير ده. فهو قال ايه في الترايل الاخيره بتاعته او اخر ستيتمنت قالها؟ انا ما كنتش بكره حد فيهم. انا عارف ان اللي انا بعمله ده ما كانش ينفع اعمله. انا عارف ان هو لا اخلاقيا ولا اي حاجه. وما كانش عندي اي مشكله معاهم، وعارف ان القتل المفروض ما اعملوش، بس انا مش عارفه كنت بعمل كده. نيجي بعد كده displacement وبروجكشن. هل في حد مره وهو متنرفز او هو متضايق او هو مخنوق جه مثلا راح مسك المخده كده عمل مسك المخده كده على الصوت المخده؟ حد عمل كده قبل كده؟ ولا حد عمل كده قبل كده؟ المايك بتخاف مني. حصلت؟ انا بكسر حاجات. اه اللي بيكسر بقى او بيخنق المخده او بيخنق اوبجكت او بيكسر حاجه او بيقعد يصوت في حاجه ويكتم صوته، كل الحاجات دي مظاهر من مظاهر الديسبيسمنت. انا مضغوط عليا جامد جدا، وحد قاهرني جامد جدا، وحد خانقني جامد جدا، وحد كابتني جامد جدا، اعمل ايه؟ اكسر قلم، اكسر موبايل، اخبط حاجه في الحيط، اقعد اصوت، ادور على مكان اقعد اصوت فيه، اشغل الموسيقى بشكل عالي جدا 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 علشان يعني كاني عايز انفجر. ده كله اسمه ديسبيس. ده معناه ان انت عندك ديس اوردر. انت لو بتعمل كده عندك ديس اوردر، عندك مشكله. تمام؟ طيب نيجي بقى البروجكشن. الدكتور زعقني او بابا زعقني او ماما زعقتني او قهروني، اي حد قهرني، انت تعمل ايه؟ تكرر تحتك. طب مفيش حد تحتك، هتقهر زمايلك. هتلاقي نفسك كده عمال تتمرس عليهم. عمال تحب تهزق، تحب تشتم، عادة الناس اللي عندها بروجكشن بتلاقيه دايما ايه؟ شتامة. بتشتم كتير. بيمد ايده. بيضرب. بيحب ان هو يتمرس على الناس. اوكي؟ ده برضه نوع من انواع الكبت، ده عنده ديس اوردر.
بس هو لانه ما بيقدرش يطلعه في اللي قده او في اللي زيه، فبيدور على الاضعف ويمارس عليه. البروجكشن بيجي من التنمر، يعني الواحد اتنمروا عليه كتير جدا جدا جدا، فبقى هو متنمر، فبقى بيعمل بروجكشن، بقى متنمر. ليه؟ لان هو اتنمروا عليه كتير جدا. انت غبي، انت فاشل، انت ما بتفهمش، انت مالكش لازمه، احنا يعني غلطانين احنا خلفناك، انت احلى واحد في الدفعه، ناس تنمر، انت تخين، انت مسلوع، انت وتاجر بقى، اتنمروا عليه كتير جدا جدا جدا. فبالتالي هو ما عملش الحته بتاعت الاسبريسمنت، بس ممكن يكون عمل بروجكشن. هنا بقى السبليميشن ده بوزيتيف، يعني انا مجهود ممكن اطلع كارتي ده في رياضه مفيده، ده سبليميشن، ده حاجه هيلثي جدا. ده معناه ان انت ابتدى يبقى عندك وعي ان انت بدل ما تضر نفسك وتضر اللي حواليك، ان انت هتطلع غضبك ده كله ان انت مثلا تروح الجيم، ان انت تجري، ان انت ترسم، ان انت تعزف، ان انت تمثل، ان انت تعمل اي اكتيفيتي مفيده تطلع كل النيجاتيف انرجي اللي جواك. فالسبليميشن حاجه كويسه جدا، حاجه بتحول الحاجه النيجاتيف لحاجه ايه؟ بوزيتيف. الريجريشن بقى، الريجريشن معناها ان انت لما بيحصل لك اي تنس سيتويشن، الستيتس بتاعتك بتبقى تنس، بتتحول لعيل، لبيبي، لطفل، بترجع طفل تاني. يعني صحابك ضايقوكي مثلا في البروجكت، عملوا حاجه مش عاجباكي، يا وحشين يا وحشين يا وحشين يا وحشين، ليه عملتوا كده بقى؟ ليه عملتوا كده؟ ايه انت بتكبري شويه. هي متنفذه، فبترجع ايه؟ ترجع طفل تاني. او هو بيرجع طفل تاني، يعمل حركات اطفال، تصرفات اطفال. البيهيفير نفسه بيبقى بيهيفير اطفال، سواء بنت او ولد، فده بنقول عليه ايه؟ ريجريشن، ريجريشن، خلاص؟ فالريجريشن معناها ان لما بتكون متضايق ومتعصب تلاقي نفسك يعني ممكن زمايلك يقولوا لك ايه؟ يا ابني ما تكبرش، ايه المعايير اللي انت فيها دي؟ او ايه المعايير اللي انت فيها دي؟ تمام؟ ما تكبري شويه يعني. طيب حلو قوي، نيجي بقى لهنري موري. احنا كان عندنا مازلو، if you remember، احنا كل كلامنا هنا لسه فين؟ في هذه المنطقه، ماشي؟ احنا شغالين على الموتيفيشن بروسس. فاكرين مازلو ولا نسيتوه؟ حلو قوي. مازلو كان بيتكلم على ايه؟ جميل قوي، اللي هي ايه؟ اللي هم مين؟ اللي هم ايه؟ ايوه ايه هم؟ أول حاجة، أول نيد، أول ليفل النيد اسمه إيه؟ ده يعني مش أنا أفهم إيه؟ أول نيد اسمه إيه؟ سايكولوجيكال؟ فيسيولوجيكال، مش سايكولوجيكال خالص، مش هو اللي اتكلم عليه. يبقى أنا عندي هنا فيسيولوجيكال نيدز. فيزيولوجيكال نيدز زي ايه؟ اكل، شرب، نوم، مش عارف ايه، كل ده فيزيولوجيكال نيدز، خلاص؟ طب والليفل اللي بعده؟ اللي بعده؟ ما تتكلموا بكده يعني، ها؟ اللي بعده سوشيال؟ سيفتي، برافو، سيفتي. طب وبعدها؟ السوشيال، وبعدها؟ استيم، وبعدها؟ سيلف اكتشواليزيشن. جميل، مصر ده ما ينفعش ننساه خالص، ده الحب الاولي. تمام؟ يبقى انا عندي هنا مازلو ركز قوي على الفايف نيدز. تمام؟ موري بقى قال ايه؟ طب واخبار السايكولوجيكال ايه؟ اخبار السايكولوجيكال ايه؟ وسماها ايه بقى؟ سماها سايكوجينيك نيدز. ان زي ما احنا عندنا الفايف نيدز اللي اتكلم عليهم مازلو، سواء بقى فيسيولوجيكال، لافن بيلونجينج، مش عارفه ايه، ستيم، كل الكلام ده كله، قال لك طيب ماشي. ما هو على فكره السايكوجينيك هي جزء لا يتجزأ من جوه النيدز دي، هي جواها. بس هو قال لك لا، انا بقى حاسس وعارف بيست على الثيوريز اللي انا عملتها، انا شايف ان السايكوجينيك قوي جدا واقوى بكتير، وهو اللي بيخليني اعمل ادوبشن لحاجات واسيب حاجات، الحاله النفسيه، الاحتياجات النفسيه. فركز جدا جدا على السايكوجينيك اللي هي المصدر بتاعها ايه؟ سايكولوجيكال، عشان كده لازم نفرق بين الفيسيولوجيكال والسايكولوجيكال. تمام؟ يبقى سماها ايه بقى؟ سماها سايكوجينيك، سايكو جاي من سايكو، لما حد بيبقى عنده حاجه مشكله في دماغه بنقول عليه ايه؟ سايكو. تمام؟ يبقى هي سايكولوجيكال، سايكوجينيك. طيب السايكوجينيك بقى النيدز اللي اتكلم عليها في السايكوجينيك اللي هي ايه بقى؟
حاجه من الحاجات المهمه جدا اللي اتكلم عليها اللي هي كومن فاكتور ما بين مازلو وما بين السايكوجينيك، اكتر حاجه من الحاجات اللي بتاثر نفسيا وسايكولوجيا في نفس التوقيت، فيسيولوجيا وسايكولوجيا في نفس التوقيت، الحب. الحب بيأثر على حالتك الصحية البدنية وبيأثر على حالتك النفسية. يبقى هنا في السايكوجينيك يتكلم على الافكشن، فكرة الحب، فكرة التقبل، فكرة الرضا، تمام؟ وهنا اللي هو سميناه سوشيال او لوف اند بيلونجينج، فكرة الحب، فكرة برضه التقبل، فكرة السوشياليزيشن، كل ده ليه علاقة بايه؟ بنفس الايه؟ بنفس النيد. طيب نيجي بعد كده قال لك من ضمن برضه النيد انا عندي الامبيشن. الامبيشن الطموح، ان انا عايز دايما ابقى كويس، عايز دايما اعمل حاجات احسن، عايز اكبر، فكره ان انا عايز دايما اكبر، انا مدير صغير عايز ابقى مدير، انا موظف صغير عايز ابقى مدير، امبيشن عندك، عندي دايما طموح. فالبني ادم ممكن يكون من الطموح بتاعه انه يكبر العربيه بتاعته، من الطموح بتاعه انه يكبر البيت بتاعه، من الطموح بتاعه، يبقى دي حاجه من الحاجات الايه؟ النيد، ان دايما البني ادم بطبعه ما بيكتفيش بالايه؟ بالستيتس كيو، ما بيكتفيش بالوضع القائم. دايما they want to to increase what they have، تمام؟ فبالتالي انت لو معاك عربيه صغيره تبقى عايز عربيه اكبر، معاك عربيه مش عارفه موديل ايه هتبقى عايز موديل افضل، معاك مش عارفه فلوس ايه عايز فلوس اكتر، وهكذا. ده طبيعه البشريه، البني ادم دايما كده، تمام؟ طيب قال لك ايه تاني بقى؟ باور. Sometimes your choice or your acquisition is because of the need of power. يعني ايه need of power؟ في ناس هو بيبوزس براند معين او برودكت معين عشان يحس ان هو ايه؟ عنده باور، عنده هو كده، يعني انا قوي، اوكي؟ انا المدير ما ينفعش يشيل موبايل غير كذا، مدير ما ينفعش يشيل يركب عربيه غير كذا، مش ساعات كده، ده بيبقى جوه البني ادم، تمام؟ لا اصل الناس هتقول عليك مدير ازاي وانت ما معاك عربيه مش عارفه ايه؟ الناس هتقول معقوله بقى كل الموظفين يبقى معاهم عربيه ايه وانت المدير ما معاكش عربيه ايه؟ فانا عايز احس بالباور. فممكن يبقى التشويسز بتاعتي بيست على الايه؟ بيست على الباور. طيب يبقى احنا قلنا الامبيشن، الباور، الافكشن. طيب ممكن يكون ماتيريالستيك، في بعض الناس عندهم الاوبسيشن بتاع الاشياء، تملك الاشياء. هو ممكن يكون مش محتاجها، ممكن يكون مش فارق معاه قوي، ممكن يكون مش من شغل بس هو عايز يتملك الاشياء. ممكن تكون الماتيرياليزم دي علشان ممكن تكون سوشيال اكسبتنس. سوشيال اكسبتنس ازاي؟ انا كل اصحابي معاهم ايفون 13 فانا كمان عايز يبقى معايا ايفون 13. اي انت محتاجه؟ هل ليه علاقه بشغلك؟ هل ليه علاقه مثلا بالطموح ولا بتاع؟ هل يعني يو جوينت فيه باور فول؟ ما هم كلهم معاهم. بس فكره حب تملك الاشياء. في ناس كده بيبقى ده من النيدز اللي ايه؟ لما طالما كل اصحابي عندهم يبقى انا كمان. طالما كل اصحابي بيعملوا يبقى انا كمان. طالما كل اصحابي بيروحوا يبقى انا كمان. اوكي؟ ليه؟ انا عايز اتملك الاشياء بغض النظر عن ايه؟ بغض النظر عن احتياجي ليه. Information needs بقى. Sometimes you need to seek information. طب الانفورميشن دي يعني ايه؟ عادة الناس اللي هي بتبقى عايزه تعمل نوع من انواع الديفلوبمنت نفسها، التطور، اوكي؟ Can you develop without information? You cannot. We all have the same needs بس الفاليو بتاعتها مختلفة، نفس الجملة اللي قلتها بس انا اقولها. We all have the same needs، كلنا عندنا information need على فكرة، بس الليفل بتاعها مختلف. هنتفرج بس على الفيديو ده. لو ما دفعتش الفلوس اللي عليك هاخد منك النص جراد. حدش قال لك تخلف جرطة عيال وتتداين. اللي مخلف عزوه من صلبه كيف سليم وعوضين وعبد الدايم وخليفه وسيد واشرف ما يتهدلش.
طب مدوه حافظ فرس مبار اتصرف كيف طب اي حد ياجي يوقف في ظهري بقى وخلاص اي حد ياجي يوقف في ظهري بقى وخلاص سليم فين عوضين عبد الدايم سيد فين فين خليفة طب ندوه فين اسم الله اتصرف كيف طب اي حد ياجي يوقف في ظهري بقى عيلين تعرف تربيهم ويبقوا ظهرك وسندك أبرك من قرطة عيال ما تلاقيهمش وقت ما تحتاجهم السند مش في العدد اتنين كفاية طيب اللي يعرف يا جماعة الصعيدة الصعيدة أنا على فكرة الأورجين بتاعي صعيدة الصعيدة بالنسبة لهم ده استهزاء ده قلة أدب واستهزاء تمام؟ مبدئيا الصعيدي ما بيقص بالمنظر ده فدي قلة أدب مبدئيا هو أصلا مش هيبص أصلا على الإعلان يعني مش بس مش هيتفرج على الاعلان ويقتنع بيه هو اصلا مش هيبص على الاعلان لان ده بالنسبه لهم مش مرجله دي قله ادب تمام فمفيش راجل صعيدي الراجل في الصعيده من هو عنده 8 سنين اسمه راجل من هو عنده 7 سنين اسمه راجل فاهمين فالراجل ما يترقصش بالمنظر ده فاصلا اصلا التارجت اودينس زي ما شباب بيقول مش هيتفرج على الاعلان اساسا مش هيحرك الموتيف بتاعه مش هتأثر فيه ولا لوجيكال ولا غير لوجيكال هو لا هيشوفه فاني ولا هيشوفه لوجيكال اصلا تمام طيب بالنسبه للصعيده بقى العيال يعني ايه عزوه صح العيال يعني عزوه وعلى فكره العيال عزوه مش بس فكره ان انا يبقى معايا عيال كتير ونمبر وخلاص لا هو بالنسبه لهم كل هم مش بيسموهم عيال بقى كل راجل من الرجاله دول هو اصلا يعني بزنس يونت عارفين الاس بي يوز هو بزنس يونت اصلا ليه هو بيشتغل من هو صغير وبيصرف على نفسه وممكن يصرف على اهله كمان على حسب طبعا الايه الانكم ليفل خلاص لكن هو مش المسج لا وضحت لي حاجه وكمان هل الصعيدي بيتخلى عن اهله نو واي فانت كلمتني بفاليوز ابعد ما يكون عن الفاليوز بتاعتي انت بتكلم حد تاني انت مش كلمني انا هو الاسم والمنظر ان انت بتكلم تارجت اودينس وعيلتك اللي بتكلمهم بالفاليوز بتاعتهم ولا بتكلمهم بالكونشس بتاعهم ولا بتكلمهم بالموتيف بتاعهم ولا حركت موتيف اصلا اعلان فاشل بكل المقاييس عشان كده الاعلان ما اثرش في اي حاجه ما عملش حاجه انفستمنت واقع على الارض فلوس رايحه على الارض هل الاعلان ده مطالب ان هو يقنع يوسف ولا يقنع فرح ولا يقنع كريم ولا يقنع هل الاعلان ده ما هوش هيقنعكم انتوا اصلا اللي انتوا اساسا مقتنعين ده في ممكن منكم ناس يقولوا والله احنا هنخلف واحد واربيه كويس وعلمه كويس احسن ما يكون اكتر من كده تمام ماكسيمم هخلف اثنين انتوا اوريدي يو نوت ذا تارجت اودينس وكده كده مقتنعين فبالنسبه لكم ممكن يكون فاني لذيذ والله الكلام اللي بيقولوه كلام كويس بس هو مش ده التارجت انتو يور نوت ذا تارجت اودينس بس هو لما جاي يكلم التارجت اودينس كلمهم ايه بموتيف تاني خالص موتيف تاني خالص مش علاقه بالاوريجينال موتيف فاهمين الفكره ودي اكبر غلطه ممكن اعملها ان انا اكون بكلم تارجت اودينس بمفاهيم تانية خالص او بكلم تارجت اودينس بفاليوز تانية خالص الميجرمنت اوف موتيفز قبل ما اعمل اعلان بالمنظر ده واصرف عليه فلوس واصرف عليه او مش بس اعلان تلفزيون ممكن يبقى بيل بورد ممكن يبقى تي بول ممكن يبقى سوشيال ميديا ادفرتايزمنت وات ايفر بقى ممكن تكون حمله توعيه في الدوله قبل ما ابتدي اصرف عليها وقوع فلوس الكلام ده على فكره بيكلف كتير جدا جدا تمام فقبل ما اقعد يعني اهدر المال العام وارمي الفلوس في الارض لازم اعمل ماجنت موتيفز لازم اتاكد هل فعلا انا بقيس الموتيفز بتاعت الناس دي ولا لا؟ فعندنا ثلاث طرق بنقيس بيهم موضوع الموتيفز ده، ثلاث حاجات، ثلاث تكنيكس. عندي في حاجه اسمها سيلف ريبورتد ماجرز، يعني ايه؟ انا دلوقتي بسالك اسئله والمفروض الاسئله دي بقول لك ايه اكتر حاجه مثلا بتاثر في ايه اللي بيخليك تخلف اكتر؟ ايه اللي مش عارفه ايه وبتاع؟ فانا بيبقى عندي يعني مجموعه معينه من الاسئله بعمل ايه بقى؟
ببتدي ان انا اخليك تعمل سيلف ريبورتنج على كل سؤال، تبص على كل سؤال وتشوف السؤال ده بيمثلني ازاي، السؤال ده ريليفنت ليا ولا لا، السؤال ده منطقي بالنسبه لي ولا لا. اوكي، فديس از ايه موضوع السيلف ريبورتنج. فببص على كل الكويستشنز ذات يو هاف اند اي كومنت اون افري كويستشن، تمام، بشوف هاو اي ريليت تو ذيس كويستشن. ده المقصود بالايه؟ بالسيلف ريبورتنج تكنيك. طيب انا هاف انذر تكنيك ويتش از وات، اللي هو الكواليتيتيف ريسيرش. الكواليتيتيف ريسيرش عندي بعد كده بقى الكواليتيتيف ريسيرش. بص بقى الكواليتيتيف ريسيرش لما اسالك دايما اقعد اعمل ديجنج زي ما كنت بعمل مع حضرتك، ليه؟ قول لي ليه؟ يعني بالنسبه لك ايه؟ انت بتحب الاعلان ده ليه؟ انت مش طايق الاعلان ده ليه؟ انا عايزه يطلع لي الهيدن بارتس في الكونشس بتاعه، تمام؟ الحاجات اللي ممكن تكون unconscious بالنسبة له بس أنا عايزاها تبقى إيه؟ على السيرفيس. فأنا عايزاه يطلع لي الهيدن إيه؟ الهيدن reasons behind liking or disliking، تمام؟ فأنا بعرض عليك حاجة، بعرض عليك إعلان، بعرض عليك ديمو لحاجة معينة، بعرض عليك product معينة، بعرض عليك brand معين، وابتدي أطلع أنت ليه بتحبه؟ أنت ليه مش بتحبه؟ Why do you like it؟ Why don't you like it؟ Why not try it؟ Why؟ وهكذا. نيجي بعد كده بقى عندنا حاجه اسمها projection عموما يعني اسقاط. اوكي، فانا بسقط على حاجه. يعني هنا مثلا لو تيجي بص، انا ببص على زي ما احنا اتكلمنا عن الفيديو، قلت لك هو بيمثل لك انت ايه. اوكي، يعني انا افرجك على ستيمولس معين، ظاهره، منظر، ظاهره، فيديو، وات ايفر يعني، خلاص. وبعدين اسالك بقى انت تعمل انتربريتيشن، ده بيمثل لك انت ايه؟ ده بالنسبه لك انت معناه ايه؟ فاهمين؟ فالبروجكشن ده هنا ايه؟ It's my own opinion، رايي الشخصي اللي ممكن يكون عكس راي الناس بس بالنسبه لي انا، فده كلمه بروجكشن. فانا بحتاج عشان اقدر اعرف الموتيفز بتاعتك واعمل ريفيل للانريفيلد. طيب برضو عندنا ميجرمنتس برضو اوف موتيفز بس بطريقه ثانيه. احنا عندنا طرق كتير جدا، كل ده عشان نطلع الريفيل او انريفيل، كل ده عشان نطلع اللي جواه. طيب عندنا ميثودز كتير جدا، هوريكم كل حاجه، سيبكم من المنظر ده، ما لكمش دعوه بالقصه دي، دي موجوده عندكم في الماتيريال. اول حاجه ستوري تيلينج، دي اول حاجه. يعني ايه ستوري تيلينج بقى؟ اكتر حاجه واسرع حاجه واكتر حاجه تبقى ميموربل از ستوري تيلينج. يعني كتير جدا من المواقف ممكن ما تفتكرش الكلام اللي اتقال بس ممكن تفتكر الستوري اللي كانت مصاحبه للكلام، تمام؟ يو لاف ستوريز، بتحب القصص، عارف فضيحه مش عارفه مين عملوا فيها ايه؟ يو انجوي، يو لاف ات، يو وانت تو نو مور. فبالتالي بتلاقي نفسك، طب فاكرين القصه بتاعه فستان اسمها ايه الممثله دي اسمها ايه؟ ايه؟ رانيا جون. أول ما قلت فستان بص أنت قلت إيه؟ خدت فهمت بقى اللي أنا قصدي عليه؟ أول ما قلت فستان، مع إن أنا قلت فستان، ممكن يكون فستان أي حد. ممكن يكون مثلا فستان الملكة إليزابيث. يبقى هي الفكرة في إيه بقى؟ الفكرة إن إحنا وي ريمبر ستوريز، أنا كل اللي قلته فستان. طيب، نيجي بعد كده وورد أسوسيشن. وورد أسوسيشن، فاكرين دايماً لما أنا بقول لكم what pops into your mind when I say a certain brand. لو أنا قلت for example McDonald's what pops into your head؟ أسرع delivery في مصر؟ ماشي. What else؟ من غير عشوائية، what else؟ نرفع دينا كده ونقول ها؟ سلوجن. الأرش قصدك حرف الأم يعني؟ لا I'm loving it باين أو حاجة. أوكي، what else؟ هما قالوا اسرع بكتير في مصر بقى، عايزين حاجه ثانيه. ها؟ Sunday. اوكي، الايس كريم بتاعته. يبقى ده وات بوبس انت يور هيد وورد اسوسيشن. فانا بعمل ايه بقى؟ بجيب الكاستمر كده واقول له اول ما تسمع البراند. نيجي بعد كده بقى في حاجه بقى اسمها ثيماتيك تيست بقى. ثيماتيك تيست ده ايه؟ طيب الثيماتيك تيست بقى يا شباب انا بعمل ايه؟ بفرجك على صور او بفرجك على فيديوز وبخليك تعلق عليها. يبقى انا بعرض عليك مشاكل حلها في البراندز بتاعتي. لو ده وصل لك يبقى انا شغاله صح. لو ده ما وصلكش وبقول لك ديش واشر من ايكيا يبقى انا اصلا ما اعرفش اصلا يعني ايه ديش واشر اساسا.
تمام؟ لان مش حاجه اسمها اصلا دي شوشه من اكيد. طيب لكن ممكن اسورتمنتس، يعني انا عندي المنظمات بتاعه المطبخ، عندي سكشن كبير جدا في ايديا كله حاجات ايه، كله حاجات بتعمل اسورتمنت للحاجات بتاعه المطبخ، الكيتشن اسورتمنتس الاسورتمنت، تمام. طيب هنا بقى برضو في حاجه اسمها فوتو سورتس، يعني لو انا جيت عرضت عليك الصور بتاع، في حد هنا بيحب الايس كريم؟ يبقى هنا انا اف اي شود يو للناس اللي بتحب الايس كريم، انا شود يو السيفرال فليفرز دي. كم واحد ممكن يعني ايه اكتر فليفر ممكن تكون جذبتكم؟ فانا بعرض عليك اسورتمنتس مختلفه، بعرض عليك صور معينه من البراند بتاعي علشان انت تختار افضل حاجه. ممكن يكون افضل حاجه كفليفر، ممكن يكون افضل حاجه كادفرتايزمنت، ممكن يكون افضل حاجه كمسج، اوكي. فانا بعرض عليك فوتوز كتير جدا وانت بتختار مين اقرب حاجه ليك او مين افضل حاجه ليك. كل ده عشان اعرف، كل ده انا بوجع قلبي ليه؟ عشان اعرف الموتيفز بتاعتك، ايه المحرك، ايه الحاجه اللي هتخليك تشتري ده او تشتري ده او تشتري ده او تشتري ده. عايز اعرف I want to redeem the unredeemed. كل الوجع القلب ده، شفت احنا بنتعب ازاي؟